مسيرة سلمية ومسيرة سلمية مسيرة سلمية مسيرة سلمية مسيرة سلمية مسيرة سلمية رحنا هالشي ديالكم الشكل ديالكم راكم كتشوف واه هذا هو الساعه السفلاتيه هذه فيها 57000 ولا اخرى وحده فيها 340000 باش غادي نخلص انا واش غادي نخلصها واش نمشي نبيع ولادي ولا فيها شاك عاد فيها 9 مليون ديال الشاك ديال كريدي يعني ديال صاحب الدواء ديال صاحب الاسمده كيقول لك خلص الماء باش غادي نخلص هذا المال باش انا ما عنديش عليه الله محمد رسول الله لا محمد رسول الله اعتقال ولا اللي بغاو يديروه يديروه الصوت ديالك يوصل ان شاء الله عقل السيد عامل وعامل صاحب الكلام يعني كمل هضره على هاد احنا هاد اللي تحكم عليهم كنا شي تشوفوا فيهم ما كيهموناش حنا انا جماهير شوفي مزيان والفلاح لا يعان 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 وجماهير شوفي مزيان والفلاح لا يعان ومسيرة سلمية ومطالب شرعية مسيرة سلمية ومطالب شرعية زعما كي يحس في النفس هو اننا كنا غادي نديروا واحد المسيره تجاه سيدنا لان كنا فقدنا في هذه المؤسسات بالمثيل المطلق. جاء قرار ديال المنع جا السيد الباشا القديم قال لك اودي شنو المطالب ديالكم هذه العباره قال فين بغيتوا تمشيو واش تديوني واش بغيتوا تدوزوا الفات ولا فين بغيتوا تمشيو قلنا له اودي بغينا نمشيو غير لجنه ملكيه لانه هو اللي غادي يقدر يحل لنا هذا المشكل جا داروا معنا بحوارات على السيد تشوفوا السيد العامل في الحين اننا ما شفناش السيد العامل شفنا السيد كاتب العام وقع ما وقع وبالتالي دابا حنا 20 يوم وحنا في المعتصم كنستناو شي واحد يجي عندنا حتى واحد ما جا عندنا 53 يوم ماشي غير اللي جا الاجتماعات ديك 5 مليون ديال اكتوبر ديك المسرحيه اللي كانت شوم
شوفه لان شنو كانوا يعتبروا باللي ان هذه الصبره فيه في حماقريش ما واعيش فوتوا عليه الماء وفوتوا عليه الماء وداو للرئيس خرين. ولكن في الوقت اللي قال لهم ان هذا منكر قال لهم بلي ودي هذا المال اللي باغيين تعطيوه رانا غنستافدوا به، في حين ديك 5 مليون ولاو الناس ديال لوفيس ديال بركان كيقول لك ما يمكنش. الاول تفاهموا مع الناس ديال بركان وقنعوهم اللي بغاو يدوزوه المصالح، ولكن في الوقت اللي جاو لهم ودي هاد الثانية اللي غيتعطيوها لي انت صبران ما غيستافدش بها، حتى اللي قال لك ما كافيش. كان توجيه ديال السيد كاتب العمالة مشكور باللي ان مجموعة من الاشجار المثمرة اللي ما بقاتش عند الوجود وبالتالي ما خصهاش تعطيها الماء. وكان كان هاد الاحصاء الثان وكانت ديك 5 مليون تلقاتها وما تلقاوها في المراجع هي كتبخر وهي كترصف، وبالتالي ما يجيش حتى شي واحد يوحدنا، يجيش حوايج يهزونا يدينا واللي يخلينا نمشيو فين بغينا. هذا الشيء اللي كاين. وتحية نضالية. راه غير واحد الجزء، راه ماشي مثلا انا 3000 درهم ولا راه ما جايش حنا حتى جوحنا، حنا غير جانا الصباح جانا بحال واحد حنا انت كنتظروا سي ايوب. حنا راه الاخوان من يحضروا مع في الاجتماع الاخير المدير الجهوي غير اسمح لي خليك واحد النقط موضوعيه هذه الفواتير سالك ما انا ما كنتش غنخلصوا تربطوا الخلاص انه يقول لكم ما تكون غير ما حنا باقيين نستكمل الموسم باش نبيعوا الغلابه حنا ما عندناش 50 باش خليكم غير واحد المختار السيد ما فاهمش راه مازال ما فاهمش. شوف السيد كانوا يعطيونا اسمح لي هذا الورق هادو راه اول مره في التاريخ ديال صبرا كيجي الورق خلص قبل الماء. راه كنا كنبقاو عامين 3 سنين وكنخلصوا بشويه علينا، ماشي اول مره في الوقت اللي الفلاح بغى التعويض وما كيقول له خلص يعني الشونطه يعني كان الخير كانوا عامين 3 سنين كيجيو الفوات. دابا حنا ماشي في هذا الشيء، حنا استهلكنا هذه المياه ولكن يعطيونا دور تما حنا ما عندناش دور مزارع اللي حاصلين فيها نخلصوا هذا الشيء. الله يرحم الوالدين. حنا ماشي خاصين سيدي واحد البيتين الله يرحم احنا راه غادي نمشيو والله نمشيو ماشي مصلحتي ولا مصلحتهم اللي قالوا هذا الشيء. راه صاحبي راه وصل الموسم العام ما سيد قايد راه وصل الموسم العام تمشي تمشي 15 يوم كونشي حنايا ما عادش حاجه غير بعد 50 يوم وحنا وليداتنا والله ما عادش تمشي كثير دابا قايد مشى كونشي وقايد تبدل الباشا تبدل غادي يجي الباشا يتبدل انا شي حنا راكم ولا غادي نزيدوا احنا راه غادي نوليو غادي نمشيو غادي نوصلوا غادي نوصلوا غادي نوليو غادي نمشيو 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 غادي نوليو غ